ذكرت الجامعات الموسم الثالث ومباراة مهمة في المجموعة الرابعة واللي بتضم جامعة السويس وجامعة المنصورة وجامعة ام تي اي وجامعة السادات. وهفكركم بالنتيجة: جامعة ام تي اي 50، جامعة السادات 40. حصل تغييرين في جامعة السادات: اسلام محمد نزل مكان احمد خميس، وعلاء السحيني رجع مكان محمد عبد الفتاح. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط 10 أسئلة في 45 ثانية. انتوا هتبتدوا الأول ليه؟ لأن جامعة السادات هي اللي جاوبت على سؤال السرعة وطلبت ان انتوا اللي تبتدوا الأول. تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ اسلام هتروح عند سليم وترجع لنا تاني. اتفضل احمد ابو الفضل على مكاني. خلاص انت عارف تحت الضغط طبعا، عايز اجابات بصوت واضح عشان اعرف اقول لك صح ولا غلط. كم سؤال؟ 10 في كم ثانية؟ 45 ثانية. اشكرك. تعال نطمن على اسلام. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة جامايكا؟ جمهوري. غلط. ما هي الغدة التي تفرز هرمون الأدرينالين؟ الغدة الصماء. غلط. مخرج راحل صاحب فيلم بابا أمين فمن هو؟ صلاح أبو سيف. غلط. ما هو النبات الموجود على علم منظمة الأمم المتحدة؟ نبات السرخس. غلط. أديب مصري راحل صاحب كتاب مواقف فمن هو؟ اسمه منصور. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة زيمبابوي؟ فرانك. غلط. في أي قارة يقع مضيق دوفر؟ الأردن. غلط. من هو المطرب المصري صاحب ألبوم بنتولد؟ علي الحجار. غلط. ما هي اللغة الرسمية لدولة سورينام؟ اللغة الفرنسية. غلط. لاعب كرة قدم. ما لحقتش أقول آخر سؤال. أحمد الفضل اتفضل. أحمد أنت ما كنتش مركز. اتفضل هنا يا أحمد. طارت منك أسئلة لعلمك سهلة، لو أنت قاعد على كرسيك في هدوء هتجاوب عليهم. للأسف الشديد إجابة واحدة بس. سليم عايزين إسلام منضم لينا. اديت فرصة لإسلام إن هو يتقدم. هنشوف إسلام هيعمل إيه. إسلام تعالى مكاني. بص، التوتر أثر جدا على أحمد أبو الفضل جدا. تفتكر كم إجابة صح؟ خليها في الآخر. خليها في الآخر. عايز إجابات بصوت واضح عشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. إن شاء الله. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة جامايكا؟ ملكي. صح. ما هي الغدة التي تفرز هرمون الإدرينالين؟ النخامية. غلط. مخرج راحل صاحب فيلم بابا أمين فمن هو؟ يوسف شاهين. صح. ما هو النبات الموجود على علم منظمة الأمم المتحدة؟ الأرز. غلط. أديب مصري راحل صاحب كتاب مواقف فمن هو؟ نيكست. ما هي العملة الرسمية لدولة زيمبابوي؟ دولار. صح. في أي قارة يقع مضيق دوفر؟ أوروبا. صح. من هو المطرب المصري صاحب ألبوم بنتولد؟ محمد حمائي. غلط. ما هي اللغة الرسمية لدولة سورينام؟ هولندية. صح. لاعب كرة قدم مصري ملقب بالثعلب الصغير؟ حاتم إمام. صح. استنى، تعالى يا أحمد. اتفضل يا أحمد. لسه إسلام، برافو عليك، كنت مركز. كم إجابة صح؟ ما عدتش. 6 إجابات صحيحة ب30 نقطة و10 نقط هدية كمان من أحمد أبو الفضل. كلنا نحيي أحمد وإسلام. اتفضل. النتيجة اتغيرت وجامعة السادات تقدمت. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. ما هي الغدة التي تفرز هرمون الأدرينالين؟ قزرية. الغدة القزرية. بالظبط كده، برافو عليك يا إسلام، بتجاوب وانت قاعد مستريح. ما هو النبات الموجود على علم منظمة الأمم المتحدة؟ الزيتون. من هو المطرب المصري صاحب ألبوم بنتولد؟ محمد منير. هي دي الأسئلة اللي ما تجاوبتش. النتيجة اتغيرت. إسلام كنتوا كام؟ مش عارف، ما كنتش مركز في الماتش. كنتوا 40. وكم إجابة صح؟ 6 ب30 نقطة
و10 نقط دي بقيتوا 80 جامعة السادات. جامعة ام تي اي كنتوا كام؟ 50 وخمس نقط علشان في إجابة واحدة بس صح بقيتوا 55. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء 25 نقطة لجامعة واحدة بس، وأول اتنين معايا إسلام وعبد الله، عبد الله وإسلام، وهنشوف الهدف الأول لجامعة مين. كويس إن أنتوا معاكوا ورقة وقلم. السؤال اللي جاي في القدرات الذهنية. السؤال الأول، حل المسألة الآتية: 46 في 2 زائد 85 في 3 يساوي كام؟ الوقت خلص من زمان، بس انا قلت اسيبكم. كنت عايز تقول كام؟ 37. غلط. زعلش بقى خلاص. الإجابة الصحيحة 347. اتفضلوا علاء وربا، ربا وعلاء، ولسه ما عندناش اهداف. 80 و25 يبقى كام يا علاء؟ 105. 55 و25 يا ربا؟ 80. تتعادلوا. السؤال الثاني، فنون: من هو ملحن اغنيه العالم الله لعمرو دياب؟ كلمات امير طعيمه، مين اللي لحنها؟ عمرو مصطفى. عمرو مصطفى الهدف الاول. عمرو مصطفى الهدف الاول لجامعه السادات. نهال واحمد ابو الفضل، احمد ابو الفضل ونهال. ويا نهال لو جاوبتي صح هترجع ب 25 نقطه. خلاص انت محتاج احمد انك تتعادل. سؤال الثالث، ادب: ستيل مي هي روايه لكاتبه انجليزيه معاصره، فمن هي؟ كتبت مي بيفور يو. اجابتك جين اوستن. جين اوستن كانت ماتت من زمان. ما انا عارف الميفري بس. اجابه خاطئه. 2018 دي يا احمد. انا عارف. نهال عندك اجابه؟ تاليف فيرجينيا وولف. اجابه خاطئه. 2018 فيرجينيا وولف. اجابه خاطئه. مين عارف؟ جون جرين. غلط. الاجابه الصحيحه جوجو مويس. جوجو مويس ايه الاجابه الصحيحه. دلوقتي عندنا السؤال الرابع والأخير، يا ترى جهات هتتعادل ولا دعاء هترجع ب 25 نقطة؟ بصي بقى يا دعاء، حتى لو ما جاوبتيش هترجع ب 25 نقطة لو جهات ما عرفتش. السؤال الرابع، رياضة: ما هو النادي الحاصل على بطولة الـ NBA عام 2010؟ شيكاغو بولز. شيكاغو بولز. شيكاغو بولز يا دعاء خدتي 25 نقطة. إجابة خاطئة. دعاء عندك إجابة؟ لا. ما عندكيش إجابة وراجعة مبسوطة جدا. اتفضلي. عادل رقم القياسي لبوستون سلتكس ب 17 لقب. الإجابة الصحيحة لوس أنجلوس ليكرز. النتيجة اتغيرت وجامعة السادات بتحاول تهرب بالمباراة، والنتيجة 105 جامعة السادات، 55 جامعة ام تي اي. المباراة كانت متكافئة. جامعة ام تي اي متوترين وحاسين المباراة هربت منهم. انا نزلت ثالث واحد علشان اقدر ارجع في ضربات الجزاء، بس للاسف ما وفقتش. الهدف الاول. كنت مركز جدا ان احرز الهدف الاول عشان اسهل الماموريه على زمايلي عشان سيناريو ماتش السويس ما تكررش. فكرت تحت الضغط احمد ابو الفضل
كان متوتر، ما قدرش يجاوب غير على سؤال واحد بس. المباراة صعبت جدا على MTI. ان شاء الله نقدر نعوض فاجأة الحظ. خلاص الفقرة دي هي اللي هتحسب. نروح نشوف عجلة الحظ هتودينا فين. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 140 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 320 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية.